طبعا أهم قضية هي الإفراج عن معتقلي الرأي والمخطوفين والأسرى والمختفين قسرا وتكريم أسر الشهداء، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية ومشاركة المعارضة مشاركة حقيقية، إضافة إلى التحضير لمؤتمر وطني سوري سوري بدمشق تحضره السلطة السياسية والمعارضة الوطنية الداخلية والخارجية. طبعا المعارضة الغير مرتبطة بأجندات إقليمية ودولية، الغير مرتبطة بالغرب، الغير مرتبطة بتركيا، الغير مرتبطة بقطر، الغير مرتبطة بالعدو الصهيوني. عدد كبير من المعارضين السوريين للأسف زاروا العدو الصهيوني، وهذه بادرة وهذه حادثة غريبة. العدو الصهيوني ما زال يحتل الجولان، العدو الصهيوني يحتل فلسطين، العدو الصهيوني لديه مشروع ضد المشروع القومي العربي، ضد مشروع الأمة. فلذلك موضوع الوقوف ضد الاحتلالات، طبعا نحن وأنا ببرنامج الانتخابي حريص على وحدة سوريا أرضا وشعبا، حريص على أن تكون مؤسسة الجيش هي المسيطرة والمهيمنة على حمل السلاح. حمل السلاح يجب أن لا يكون بين أيدي ميليشيات ومجموعات مسلحة، السلاح يحصر بأيدي الجيش العربي السوري، لأن مسؤولية حماية الوطن هي على عاتق المؤسسة العسكرية. طبعا أنا أحمل برنامج المعارضة الوطنية وأحمل برنامج لكل السوريين ولسوريا. طبعا أنا بهمني إجراء تسوية سياسية وحل سياسي حقيقي، أنا بهمني مشاركة حقيقية، أنا بهمني إعادة إعمار سوريا. إعادة إعمار سوريا ليست بالبناء والحجر، إعادة بناء سوريا بالحجر والبشر والإنسان. كيف بدك تعيد مهجرين سوريين اللي أصبحوا بالملايين؟ كيف بدك تأمن حياة كريمة إلهم؟ كيف بدك تفرج عن المعتقلين والأسرى والمخطوفين؟ هذه الانتخابات للمرة الأولى يترشح بها مرشح منافس من المعارضة الوطنية. إذن هذه سابقة تسجل للدولة السورية وتسجل للبرلمان السوري. نحن في المعارضة الوطنية كمشنا الفكرة، وسوف نعمل على تطوير هذه الفكرة بمزيد من المشاركة، بمزيد من الديمقراطية، بمزيد من الحريات، بمزيد من الحل السياسي، بمزيد من العمل الإيجابي لصالح سوريا. طبعا المواطن السوري يعاني، ويعاني الكثير، يعاني من وضع اقتصادي، يعاني من وضع سياسي، يعاني من وضع احتكار. حتى الآن السلطة السياسية تحتكر كل شيء بسوريا، تحتكر السياسة وتحتكر الاقتصاد وتحتكر كل شيء. أنا برنامجي قائم على المشاركة، المشاركة بين المعارضة والمولاة، المشاركة بالحياة السياسية، المشاركة بالحياة الاقتصادية، تأمين حياة كريمة للمواطنين. طبعا أنا بدي حاول عيد الموارد السورية المسروقة من قبل التركي والأمريكي وقصد إلى الميزانية الدولة. عندما تعود هذه الموارد إلى الدولة السورية، إذن أصبح لدي فائض بالميزانية، ممكن أن يتم رفع الرواتب، ممكن أن يتم تخفيض قيمة الدولار والعملات الصعبة، لأنه بعام 2010 كان قيمة الدولار 50 ليرة سوري. هناك صراع إقليمي ودولي على سوريا، وسوريا جزء من محور، من محور روسي صيني إيراني دول بريكس. بنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة أمل الأزمة، تريد فرض عقوبات، تريد تدمير الاقتصاد السوري بالحرب الاقتصادية الحديثة التي وقعت على سوريا، وتريد تدمير الجيش السوري، وتريد أن تصبح سوريا دولة فاشلة. لكن سوريا
دولة محورية ومهمة، واستطاعت أن تتخطى الصعاب والعراقيل. لكن ما رح تعترف، واضح. الدول الغربية سواء كان في ديمقراطية ولا ما في ديمقراطية ما رح تعترف، رح تقول هاي الانتخابات مزورة، هاي الانتخابات ما فيها مشاركة، هاي الانتخابات هاي الانتخابات. نحن في المعارضة الوطنية لأول مرة نشترك بانتخابات رئاسية، ولأول مرة نطرح برنامج انتخابي معارض، ولأول مرة نعبر عن رأينا. طبعا نحن مسكنا بهي النقطة، نحن بدنا نطورها، نحن بدنا مزيد من الديمقراطية، مزيد من الشفافية، مزيد من المشاركة. نحن نرى أن الموالاة والمعارضة يجب أن يضعوا يدهم بيد بعض من أجل بناء سوريا وإعادة الإعمار والحل السياسي، لأن الموارد السورية موارد كبيرة تحتاج إلى ترشيد، تحتاج إلى تطوير كي يعيش المواطن السوري حياة كريمة. طبعا البرلمان السوري قدر أنه محمود مرعي معارض، محمود مرعي معتقل سياسي لعدة مرات، محمود مرعي شارك بجنيف وموسكو وبكين والقاهرة وكل مؤتمرات المعارضة الداخلية والخارجية، وبالحوار عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق روسيا الاتحادية أو عن طريق أي دولة كانت لديها مشروع لحل الأزمة في سوريا. لكن البرلمان السوري عندما منحني تأييد 35 نائب لترشيحي، طبعا أنا بتشكرهم، وهذه خطوة لها دلائل أن الدولة السورية والبرلمان السوري يريد أن يغير، يريد أن يطور، يريد أن يرى تجربة جديدة في سوريا. لذلك نحن ندعم هذه التجربة وندعم المشاركة، وأنا أدعو المواطنين السوريين لانتخابي. أنا مرشح منافس ومنافس حقيقي، وأرى هناك منافسين، لكن بالنتيجة أقبل بخيار الشعب وإرادة الشعب السوري. مهما كانت خيار وإرادة الشعب السوري أقبل بالنتيجة.